ديالي مساعد رضوان ابديل المختفية مساعد أميمة اختفت في ظروف غامضة. السن ديال البنية 14 عام اختفت في ظروف غامضة. جات الصديقة ديالها تعيط على الشباب الدار مشات هي ويا المدرسة عند من راه في المدرسة مي وصلت تقريبا شي وحدة بحال هكاك ما جاتش مشينا عندها المدرسة قال لنا بان الزميلات ديالها بانه قال لك هي التوقيت اللي كان عندي باليوم هو من 8 ل 10 كان عندهم التوقيت من 8 ل 10 ملي سولت المدير قال لي بانه البنت ديالك ما جاتش المدرسه ما جاتش المدرسه في الصباح. العائله ديال البنت الصديقه اللي جاوا لعندنا قلنا له نفس الهضره قال لك بانه تما بنتهم ما خرجتش الصباح داكشي اللي وقع لنا وقع لهم هما قال لك بانه بنتهم ما خرجتش الصباح جات لعند بنتكم ومشوا للمدرسه ما جاوش دابا بجوجهم مختفيين بجوجهم. مشينا درنا شي كان عند البوليس قيدوا رابور قيدوا الاقوال ديالنا وقال لك بان ربما غادي يقوموا بالواجب ديالهم يعني غادي يرسلوا هادشي لابيجي ما عندنا شي علم عرفنا مشى داك مشينا جبناه يعني ما عارفينش شنو ما عرفناش فين مشات وما عرفناش يعني شنو السبب اللي خلاها يقوم بهذا دابا ربما هي كانت المراهقه اللي خلاها دير هادشي هذا هو المشكل اللي عندها. اول مره تقوم بهذا الشيء وما كناش جايين في البال بانها تقوم بهذا الشيء لحقاش ما كانش كتعيش شي مشاكل معنا اللي خلاها دير هذا الشيء. هذا كاينش عندها شي ما كنظنش بانها تعاني بشي معاناه كبيره ربما غير في واحد الشكيوى انها كتعاني من فالعصاب كتعصب شي انما قليل مع خوتها الا كانت نيرفاز اما كتقضي الوقت ديالها يعني ديال الوقت ديالها كتضحك معاهم وتلعب لها هي الام ديالها يعني ما كاينش شي مشاكل كبيره اللي تخليها دير هذه الشهاده يعني كتكون ديما ضحك معاهم بعض الاوقات اللي كتكون تتجادل بيناتهم مجادله عاديه ما كاينش ماشي مشاكل كبيره اللي تخليها تعمل هذه الشهاده. إذا كانت في الاجتماع ولا كانت كتشوفنا نقول لها بنتي ارجعي للدار رجع لدارك مزيان عيشي ما بينك وبين خوتك راه العيش اللي بينك وبين خوتك ماشي بحال العيش اللي تعيشي في الشارع ربما العيشي في الشارع تعيشي في التشرد تجي في القهره رجعي لدارك وبنتي حسن لك وكملي قرايتك راه كنتي في القرايه وخوتك تما كيقراو دابا راه خوتك غادي يعيشوا مشاكل في القرايه ديالك بسبب ديال اختي ديالك انت وبالنسبه لانا ولا الام ديالك يعني كيفاش غادي نكون انا يعني لحد الان دابا مابقيتش غادي نخدم انايا مابقيتش دابا غادي كدير لك الام ديالك حتى هي كدير لك والسبب هو انت يا بنتي كتدور شعب بنتي لداركم وربما كاع المشاكل اللي عندك بنتي غادي نحلوها لك بنتي ربما المشاكل اللي عندك احنا ما عارفينهاش انت عارفاها غير جي وقول لنا على بنتي وغادي نحلوها باذن الله ان شاء الله. المهم كنبغي نقول للناس اللي شافوها انه كانت لابسه سروال ديال الجين وكانت لابسه قميصه كحله كنطلب المشاهدين اللي شافها يتصل بالرقم ديال الهاتف ديالو ولا يتصل بالبرنامج ولكم جزيل الشكر.